اخوان كيما سمعنا مباشره هاي الحمامه هي هذه فرا شدينا مش شدينا زعما فاك شدينا باش ناخذوها راه شدينا باش نوكلوها ونشربوها ان شاء الله نطلقوها المولى هذا الشيء اللي كاين اخوان كيما كتشهدوا مع الحمامه هي هذه كيما شتو الاخوان ان شاء الله غدا ان شاء الله غدا في الصباح ان شاء الله غنطلقو ان شاء الله اياكلو وشرب يبات ان شاء الله انا غدا ان شاء الله نطلقو المولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان كيف كتشاهدوا معنا دائما في فلوق ديال بالعيد صلاح الدين كما شفتوا معنا في الفيديو السابق كيفاش شدينا الحمامه كيفاش شديناها باش ناكلوا بعد ما وكلناها وشربناها ودابا اليوم غادي نقوموا بعمليه ديال اطلاق الحمامه والله يسخر بغينا نباركوا لواحد نقول لهم مبروك ابطال ديالنا معذور بوج بالله على الرتبه الاولى ديال جمعيه منتخب الابطال كنباركوا لهم هذه المباراه هذا الابطال ديالنا تبارك الدراري جميع الاخوان ديالنا اخر وكيلي الاخر وكيلي نغيمه حساني نغيمه حساني الرشيدي خونا الرشيدي وجميع الاخوان ديالنا اللي دخلوا في الريزيطا ديال هذا الاسبوع ضمن مسابقات ناحيه مدينه مبروك على خويا بوجمله دابا نقوموا بعمليه الاطلاق ديال الحمامه واحد التحيه للصديق واحد الصديق ديالي من واحد البطل مدينه اكادير اخ علي نبيل تحيه ليك وتحيه للصديق عبد الحق متنا مدينه طنجه هذا الاخوان باك ماروك 151546 2017 حمامه يعني حمامه ملاجه ديال ديك ديال الموسم المنصرف ديال العام اللي داز على ما كيبان لينا حمامه مزيانه
ذكر الله يسخر. دابا خلينا نقومو بعمليه ديال الترقيم كما كتشاهدوا معنا الاخوان. حنا رد التليفون قلنا في هذه المره ديال التليفون ديالي نديرو في هذا التليفون كنطلبو من الله تمشي عند مولاها الله ودي تمشي عند مولاها. ربما مولاي محتاج بها كيلعب بها ولا شي حاجه ولا هربات لي من الشجنة الله اعلم. كما شفتوا الاخوه منين نزلات راه كانت الحمامه عطشانه عطشانه ديال بصح كما شفتوا الفيديوهات اللي فاتوا ومن ما وكلنا وشربنا الله اليوم ان شاء الله غادي نطلقوها ان شاء الله. الباح طاحت البارح فاش شدينا البارح واليوم ان شاء الله غنطلقوها. ربما مولاي يكون كل لعب ربما كيكون داير التيكيت ولا تقدر تكون برانيه تكون خارج من مدينه الدار البيضاء ولا شي حاجه ربما طاحت لها التيكيت ولا شي حاجه. ها هي النمره ديال التليفون وهادي هي الحمامه وغادي تشوفوا معنا مباشره غادي نطلقوا الحمامه. سير وسيري ما ترجعيش. ايوا كنطلبوا معنا من الاخ اذا توصل بالحمامه يهاتفنا يجيبوا الحمامه واش من كازا ولا خارج كازا. المهم الواجب ديالنا هي شدينا الحمامه وكلناها هي الحمامه كانت مقهوره واحد شويه كانت جيعانه وكانت عطشانه زعما كانت كاو وجيه من المطلاق والله اعلم. المهم الحمامه راه شديناها وطلينا فيها عطيناها كونيدات عطيناها تاكل عطيناها تشرب طلينا فيها بما في الكفاية. البارح هادشي طاح عندنا البارح اليوم كيما شفتو معنا راه حنا زدنا في النمره ديال التليفون وطلقناها. والشريكين وبهذا الفيديو نستودعكم الله في امان لقائكم مره اخرى ومع اطلاق حمامه اخرى ان شاء الله. تبارك الله عليكم.